أكد مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة محمد حنيشاد في تصريح لقناة الوطنية عزم الطاقم الفني الجديد على تحقيق الأهداف المنشودة هذا الموسم تحت قيادة المدرب بوعلام شارف. المسيون تاعنا سي ديفيسي سي تو بسيكولوجيك بور لي جوار سي تو لاكاسير هادي لي صرات نسيو حنا كسي الماكسيموم بالاكسبيريونس لي عند بوعلام ولا في الستاف ولا مالغي لا ديريكسيون دايرين كاع البوسيبيليتي تاعهم باش تعاود تولي كيما نقولوا الامور المجاريه ان شاء الله. الحاجه الاولى كيما نقولوا نعاودوا نرجعوا للستابيليتي اونتر لا كونفيونس اونتر لي جوار ستاف تكنيك لا ديريكسيون اون بليس مع بوبليك سيلفي افون ديبار تاع الشامبيونات. هذه هي البلوز امبورتون في لا كونفيونس تاعو تولي بين اللاعبين والطاقم الفني والمسيرين والانصار باش تكون تكون انطلاق ان شاء الله تكون قويه ان شاء الله باش اللاعبين يحسوا واش هم يستنوا فيهم من الجمهور والاداره من الاهداف المسيطره في الموسم هذا.